السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية يا ثامن. اليوم سوف نتعرف على إسناد الفعل المضارع. الفعل المضارع هو فعل يدل على حدث، وقع في زمن التكلم أو في زمن المستقبل. الفعل المضارع المضاعف هو إنه حرفين من نفس الجنس. تعرفنا على الضمائر المتكلم والمخاطب والغائب. المتكلم أنا ونحن، المخاطب أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن. وأما ضمائر المخاطب هي الغائب، هي هو هما هم هن. عندما نسند فعل المضارع يرفع الفعل المضارع صحيح الآخر في حالة إسناده لضمائر المتكلم والمخاطب للمذكر والمؤنث، وضمائر الغائب هو وهي. يرفع في هذه الضمائر على الضم: أنا أدرس، نحن ندرس، أنت تدرس، هو يدرس، هي تدرس. يرفع بالضم عندما نسند الفعل المضارع لهذه الضمائر، يرفع بالضم. يبنى الفعل المضارع على السكون في حال إسناده إلى نون النسوة: هن يدرسن، هن يدرسن. هذا فعل المضارع مبني على السكون. في حال إسناد الفعل المضارع إلى المضاعف إلى نون النسوة، نقوم بتفكيك التضعيف، بفك التضعيف. هن يمدن، يمد، يهن الفعل ضمير هن، الفعل يمد، هن يمددن، يمددن. بواجب يا ثامن معاكم أسند الفعل المضارع يلعب ويسمح. انظر إلى التدريب الأول. أسند الأفعال المضارعة: يعد، يسمح، يستقبل، إلى ضمائر الغائب المذكر والمؤنث فقط. بالضبط، تام، بس بده بالضمائر الغائب اللي هي المذكر والمؤنث. هو، هو يعد، هما يعدان، هم يعدون، هي تعد، هما تعدان، هن يعددن. هو يسمح، هما يسمحان، هم يسمحون، هي تسمح، هما تسمحان، هن يسمحن. هو يستقبل، هما يستقبلان، هم يستقبلون، هي تستقبل، هما تستقبلان، هن يستقبلن. املأ الفراغ بالفعل المضارع إزاء كل جملة، كل جملة فيما يأتي مع إجراء التغيير اللازم. عندك مثال في الكتاب، انظر إلى كتابك صفحة 38. أفراد الأسرة فراغ في اتخاذ القرارات التي تنظم شؤون الأسرة. عنا الفعل يتحاور، نضع أفراد الأسرة يتحاورون. واحد، عنا الجملة الأولى الطالبات، عنا الفعل يبذل، يبذل، الطالبات يبذلن قصارى جهدهن، جهدهن. المزارعون يستخدم، لا، المزارعون يستخدمون أحدث الأساليب الزراعية. المرأة والرجل تشاركا، المرأة والرجل تشاركا في تحمل المسؤولية، تشاركا. التدريب الثالث، حول الجملة الفعلية الآتية إلى جملة اسمية. يسهر رجال الأمن، رجال الأمن يسهرون. تعزم سارة، تعزم سارة، سارة وأمي وأمينة ولبنى على الترشح للانتخابات. سارة وأمينة ولبنى يعزمن على الترشح، يعزمن. لا يحكم القاضي وهو غضبان، القاضي لا يحكم وهو غضبان. تشجع سامر، يشجع سامر وسمير الصناعات الوطنية. سامر وسمير يشجعان، يشجعان. أحسنتم. التدريب الرابع، اضبط آخر الفعلين الذين تحتهما خط فيما يأتي ضبطا سليما. العاملات في مراكز الأمومة والطفولة، الفعل يصبح يناشدن. الفعل المضارع مبني على السكون ونون النسوة مفتوحة. يناشدن الأمهات أن يراجعن، أيضا نفس الشيء، يراجع مبني على السكون ونون مفتوحة بشكل دوري. سؤال خمسة،
تدريب خمسة مثل بجملة مفيدة، بدنا جمل، ضع أنت يا ثامن جمل من عندك. فعل مضارع أسند إلى ضمير المخاطبة، المخاطبات. يجب أن تلتزمنا بالتعليمات المدرسية. فعل مضارع أسند إلى ضمير المتكلمين، أطمح إلى أن أصبح طبيباً. ضمير غائب، المعلمات يعلمن الطلبة. فعل مضارع أسند إلى الغائبين، الجنود يدافعون عن الوطن. تدريب السادس، بين علامة كل فعل من الأفعال التي تحتهما خط فيما يأتي مع التعليل. إن قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هلأ عرضنا هو فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بين الفاعلين. يحملنها يتصل بنون النسوة، هو الفعل المضارع هنا مبني على السكون. أشفقنا أيضا فعل مضارع مبني على السكون ونون النسوة، هنا الاتصال بنون النسوة. حملها فعل ماضي مبني على الفتح، وكان فعل ماضي مبني على الفتح. استودعتكم الله يا ثامن، في حصة قادمة نأخذ فعل إسناد الفعل الأمر. في حصة قادمة نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.